السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يقول هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ لا تعارض بين كلام الله جل وعلا، فهناك تقدير عام مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يغير ولا يبدل، وهناك تقدير خاص مثل الكتابة على الجنين في بطن أمه، ومثل الكتابة السنوية والكتابة اليومية، هذه مأخوذة من اللوح المحفوظ، وقد ينسخ الله منها ما يشاء، لأن فيها أشياء مقدرة على أسباب، إذا وجدت الأسباب وجد المسبب، وإذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبب، مبنية على أسباب. نعم.